كنا في ملحمة استخلاف خليفة الله في السورة الخامسة من السورة القرآنية التي تتعرض لهذه الملحمة العظيمة والمحكم. حيث وصل بنا المقام إلى هذه الآية من مجموع الآيات التي تتعرض إليها سورة طه حول هذه الملحمة، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فمر بنا أن في هذه الآية وآيات أخرى وإشارات كثيرة في الروايات أن الإنسان بحسب أصل فطرته له كينونة علوية، وبحسب مراتب ذات الإنسان له كينونات في مراتب ومدارج من العوالم. كمونية، كمون كامنة، بطون باطنة خفية. دور إبليس أن يخرج الإنسان من هذه الكمائن. وهذه على حال القرار المكين للإنسان في مراتب العليا، يخرجه مثل ذلك. بيّن أمير المؤمنين صلوات الله عكس الوحي، عكس الوحي الإلهي، حيث بيّن أمير المؤمنين فلسفة الوحي الإلهي في الخطبة الأولى لعل من خطب نهج البلاغة: إنما بعث الله الأنبياء ليثيروا ماذا؟ دفائن العقول. فالعقول مدفونة، فيها دفائن مدفونة، جواهر مدفونة، لم يكشف النقاب عنها. كأنما لا أنه يعطوهم جواهر، هي الجواهر موجودة، يثيروها، يكشفوا النقاب عنها، ليثيروا دفائن العقول ويستأدوهم ميثاق فطرته. فما هو مركوز في الفطرة مثل الوثاق، كمالات مخزونة فيه، ويذكرهم منسي نعمته، يعني نعمة موجودة نسيتوها. هذا البيان في نهج البلاغة يتطابق في إشارته مع هذه الإشارة في القرآنية. فالإنسان، وأيضا وصف القرآن بأنه ذكر، وصف القرآن بأنه ذكر كأنما يعني إذن الشيء الذي المذكر به موجود على الإنسان، لم يلتفت إليه. لأنه يؤتى له بشيء يلفت ينبه. ما لاحظوا نفس التوصيف بعد لسيد الأنبياء: أفمن كان على بينة من أمر ربه أو من ربه، بينة يعني بينة من شيء، شيء إنما أبين إليه، ولا هو شيء موجود.
فهذه حقيقة مهمة إذن في خلقة الإنسان، أن الإنسان واجد الكمالات ومكمونة ومركوزة ومبطونة فيه في طيات وجوده، إنما تتفتق أكثر فأكثر تثار، بدل أن يخرج منها الإنسان والعياذ بالله. دور إبليس أن يخرج الإنسان منها. فقلنا يا آدم، إذن عندما يقال أن دخول آدم الجنة وخروجه الجنة الدنيوية السماوية للسماء الأولى رمزي، مقصود من البحث رمزي يا أخوان، هذه اصطلاح دعونا بينه، مقصود من الرمزي لأنه كثير يتوهم ويتخيل، يعني رمزي يعني عبرة، مو رمزي يعني لم يقع دخول آدم جنة الدنيا وسماء الدنيا وخروجه منها. اهبطوا، من أن يخرج يهبط، هبوطهم رمزي، مراد أنه رمزي لأنه لم يقع، إنما قصة مختلقة، لا حاشا، هذا قصص الحق مو قصص الزيف. إذا وقع لكن وقوع عبرة، يعني رمز لما هو شيء أكبر من عنده، تنبيه وإشارة إلى ما هو أكثر. كثير يتخيل أن لما يقال إشارة يعني هذا يعني قصص من نسيج الخيال من كليلة ودمنة والعياذ بالله، مو هكذا المراد. لا اصطلاح الفلاسفة هذا ولا اصطلاح المحققين أقصد من الفلاسفة، ولا اصطلاح العرفاء المحققين من المقصد، ولا هو اصطلاح الوحي، إشارة ورمز ورمزية لا يعني عدم الحقيقة. فإذا هذه الملحمة التي جرت لآدم رمز سبحان الله لكل خريطة بدء الخلقة إلى نهاية الخلقة، يعني يا بني آدم ما جرى لآدم بدءا وانتهاءا هذه خريطة مسير ومسار لكم، من أين وإلى أين وفي أين وإلى أين. لكن مع ذلك توبة آدم وأوبة آدم أيضا تفتح الطريق أمام الأمل وعدم الإياس، وأن الطريق يبقى مفتوحا ولو هبط الإنسان أو سقط ومهما طال الأمد. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إنك لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. هذه خصيصة عظيمة، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، خصيصة عظيمة ما يشتمل عليه الإنسان في أصل خلقته، سواء في المرتبة العقلية، في المرتبة الروحية، في المرتبة النورية، في المرتبة النفسية، في المرتبة البدنية، ما يشتمل عليه الإنسان من كمالات مودعة مدفونة موثوقة في فطرته، يعني مركبة ملتحمة
منعم عليه بها من قبل الله، خاصية أنه ما يجوع. الذي يستطيع أن ينهل من نمير البديهيات العقلية لا يجوع عقلا. ولا يعرى، لا يظهر فيه عوار ونقص. ولا عطش، ولا يؤذي شيء، ولا تضحى. تضحى يعني اضحاء الشمس مثلا يؤذي. لا هو يتكشف له نقص كمالات فيه. يعني سبحان الله، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين. هي عدة تفسيرات وعدة تأويلات، ولعل هذا بعضهم. ف أن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، ما يظهر لك عوار ونقص، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لعل الفرق بين الظمأ والجوع، الجوع حاجة أشد من الظمأ، بمعنى وإن كان الظمأ حاجة أشد بمعنى آخر، درجات الحاجة. تعرى انكشاف نقص، الإنسان ما يكون مخلوق ففيه حدود ينتهي إليها قدرته، فتبدأ يبدأ عجزه. هذه لا تظهر عيوب الإنسان، يعني عجزه لا يظهر إذا كان يحتفظ بما بعطية الله له الفطرية، بل لا يستطيع شيئا يؤذيه بعد. ولا تضحى، تضحى من الشمس. ما يحتاج يهتدي بشيء فيؤذيه، لكن بشرط أن يحتفظ على هذه النعم الإلهية، على هذه الدفائن في العقل. يحتفظ على هذه المركبات في الفطرة، وثائق الفطرة، ميثاق فطرته التي خلق فطر عليها. لا يبدل خلق الله، إذا بدله باتباع الشيطان، سبحان الله الشيطان يبدلن خلق الله. هذه النعم والكنوز المودعة في الإنسان بحسب طبقات مراتب ذاته يبدلها إلى ضياع خسران. طبعا متى يستطيع الإنسان أن يحافظ على هذه المكتسبات؟ باتباع الأنبياء. إذا حصل اتباع الأنبياء ينجو الإنسان من بالتالي خداع الشيطان أو تسويل الشيطان أو انزلاق وتولي وتبع الشيطان. فلا سبيل الإنسان من النجاة من ذلك إلا بهذا. بعد ذلك تقول آية ماذا؟ فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان. معنى الوسوسة، طبعا هذه أحد أفعال الشيطان، والوسوسة إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الإيحاء الخفي من الشيطان للإنسان. مر بنا من أحد أسباب انطلاق خ
خدعة الشيطان على الإنسان كون الشيطان وإبليس وأفعاله غير مرئية لنا. إنه هو وقبيله يرونكم من حيث لا ترونهم. هذا الخفاء هو الذي يسبب للإنسان الغرور، ينغر يخدع. وإلا لو إبليس والشيطان ينادي به على صوته سينتبه، أخو هذا مو مني. لكن لما يوسوس له يعني يوحي له بخفاء، يعني سماع غير محسوس بالحواس الظاهرة، وإنما يستشعر به باللواقط الباطنة في روح ونفس الإنسان. فكأنما يقتحم مملكة النفس والروح من دون بواب ومن دون حارس ويملي عليها، بينما الإنسان يظن أن هذه الإملاءات من وحي فكره. ومن نور عقله، وأن ذات الإنسان صادقة مع الإنسان، بعد ذات الإنسان، وكل هذا خداع. لطيف، شوف تعبير في قابيل: سولت له نفسه قتل أخيه. سولت، تسويل. التسويل هم نوع من الإلحاح التدريجي برفق، مثل سال يسيل، سول سيل. سولت له نفسه قتل أخيه. ولا إذا كان بدفعة وشوكة حزة اهتزازية يلتفت الإنسان، لكن لما يسول شوي شوي مثل فوسوسة سولت. اللطيف النفس توسوس الإنسان، مو بس الشيطان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالإنسان غير نفس الإنسان، نفس الإنسان دابة للإنسان. أيضا هي الأخرى لخداع الإنسان، تتكلم مع الإنسان بإيحاء. عجيب هذا الإنسان كم يلتقط شبكات غير مرئية ويتفاعل معها وهو بناء أن هذه ليست موجات من الخارج، بناء أنه شنو؟ هذه إملاءات تكوينية من حق ذاته، وهذا أكبر خداع ينطلع على الإنسان، أكبر خداع. ولذا صار من أكبر طرق العلاج والدواء للإنسان أن يقوم ويستيقظ اليقظة، مقام اليقظة، يستيقظ أنك أيها الإنسان هناك ثنائية وإثنينية بينك وبين النفس، تغاير.
أيها الإنسان، هناك بينك وبين إبليس إثنينية. هذا الحديث ليس منك ولا من وحي إملاء الذات، هذا الحديث من وسوسة الشيطان، حيث لا تراه تظن وتنخدع وتتوهم أنه من نفسك من ذاتك. هو الشيطان يعتمد برنامج لأغوينهم غواية بأي طريقة، بالسرية، العمل السري يجعل الطرف الآخر يتأثر من دون أن يشعر. سر، هذه ليست سرية المخابرات الدول العظمى، هذه السرية أخطر وأشرس من سرية الشبكات السرية الأمنية المخابراتية. ومن ثم هناك بيان قرآني وبيان من أهل البيت عليهم السلام أن كل الوثنية وكل الشرك هو عبارة عن عبادة تسليم وطوعانية وانقياد بالدقة وبالحقيقة للشيطان والإبليس نفسه. يعني فاضل يعبدون الأوثان بالدقة، هم ليس يعبدون الشجر أو الصخر أو الحجر، وإنما هم بالدقة يعبدون، يعني يسلسون إرادتهم ويطوعوها لإبليس، لإرادات إبليس إملاءاته. إملاءاته بارتباط إيحائي من الشيطان لهم. لذلك الصديقة صلى الله عليه وسلم في خطبتها تبين أن نجاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نشر الإسلام آيس إبليس أن يعبد، كان يستغفر البشر عبر الأصنام أو الأوثان أو المنجرون، الآن آيس من ذلك، ومن ثم لابد من أصنام أخرى جديدة، مو تلك الأصنام. جبت طاغوت لا تعزى من نمط آخر. فالمقصود إذن صعوبة هاي الملحمة استخلاف خليفة الله تبين أن صعوبة المواجهة مع إبليس كونها مواجهة خفية غير مرئية. من دون أن يستشعر الإنسان تعدد حقيقة ذاته، تعدد مراتب ذاته، تعدد شؤون ذاته، ما هو أصيل في ذاته، ما هو ليس بأصيل، خادم، دابة، ما هو. شوف التعبير شلون عظيم من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، إن هذه النفس بين جنبيك كأخبث الدواب، يعني يصفها أنها دابة. الراكب على الدابة من؟ غير نفس الإنسان، ذات الإنسان، أصل الإنسان غير نفس الإنسان. هذه النفس المبثوثة في الأعضاء
إنما هي أي نعم دابة أو أعدى أعداؤك. يعني كلمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين إثنينية، صح؟ إثنينية موجودة في البيت. وهذا أعظم يقظة وأعظم حراسة، التفات الإنسان إلى تعدد ما في ذاته فضلا عن ما هو خارج عن ذاته. بداية الهداية، بداية الهداية. وصلى الله على محمد وعلى آله.